اسمي محمد كعكي، عمري 21 سنة، عم بدرس جرافيك ديزاين بالجامعة اللبنانية. ربحت أول جائزة بالأمي أي ديزاين كونتست، والمشروع اللي سلمته هو عبارة عن كتاب من 70 صفحة بتضمن تاريخ والخدمات والمناطق اللي بتروح عليها الميدل ايست ايرلاينز. الكتاب معمول 100% يدويا، وكل الرسمات والكتابات انا رسمهم بخط ايدي. بالاضافه لانه الكتاب بيحتوي على نوعين من التجليد، نوع سبايرل ونوع زيكزاك، والزيكزاك بيفتح ليعمل بانر اطول من مترين بيحتوي على كل البلدان اللي بتروح عليها الميدل ايست ايرلاينز. كثير فخور انه ربحت باول جائزه بالميدل ايست ديزاين كونتست، بالاضافه لانه محمس انه اروح على باريس. جائزة مع ميدل ايست ايرلاين ديزاين كونتست، والبروجكت اللي قدمته هو عبارة عن نموذج بيفرجي كيف ميدل ايست تطورت من 70 سنة لليوم وتأثيرها على كل لبناني مسافر. فالنموذج بيفرجي جهتين، من جهة هي كل مدن العالم حسب أي سنة زادت على الشبكة، وتاني جهة هي عبارة عن مرايا بتمثل الهوية. فالفكرة إنه ميدل ايست بتخلي للعالم فكرة الخيال يلي أي شخص بيقدر يتخيل حاله خيالها بلد من العالم، وبالرجعة بتخليه يحس ببلده، وهي الشعور بالهوية اللي ما بيحس فيه غير بالرجعة على لبنان. فأنا كتير فخورة إنه ربحت تالي جايزة، وكانت إكسبيرينس كتير حلوة، تعلمت منها كتير.